قلت بانه شبروه في 20 فبراير 2011 ولكن انا ما شفتوش نهار اللي شبروه. نعم هذا النهار اللي عشت غير المضاحك كنت كنصاد القصبة طلعت بحالي لقيت الدنيا مريتلا فعلا كان ضايع وكذا ولكن هذا السيد انا ما شفتوش ملي جيت قال لك شبروه فلان وفلان وفلان على ياش قال لك شبروه ما عرفتش اعلى من بعد سمعنا الجرا ديالي حكم مالو قال لك داوه الحبس من بعد قلت له على ياش قال لك لصقوا له المنتف كيبيع المخدرات هو كي واش انا الجار ديالي كيبيع المخدرات ما غنعرفوش انا شي طالبه بحال الناس شوفوا السكله ديالو انا عندي ولادي اللي كون كيبيع المخدرات انا الاولى نديكلاري به شبروا النهار ديال 20 فبراير لا تادس تادس شي شهر خلاوه لا شي شهر تا واحد قنا مني كلاب هراوه واش شي رساله في هذا الموضوع شي جهه وراحنا درنا رساله وهذا هو باه هو مراته واش هاد الظروف هادي ما تجعلش بنادم عيش انا في عشرين بري انا ديك النهار راه بالله تعالى اللي جعلني انا بيدي كنت نخرج ندير المظاهره ونقتل ونموت علاش بهالكرامه هادي كيفاش هادشي ديال الزارولو غدعوا الله صراحه هو مش طلعتي شهدتي فيه ولا كيفاش طلعت انا عند القاضي بالمحكمه قال لي قاسيدي راه الناس قالوا كيبيع قلت له انا وصيت البطاقه ديالي وهزيت ودير قسمه بالله العلي العظيم السيد ما كيبيع المخدرات وما بغاوش يعطيو له المهله يطلقوه وعنده خمسه ديال الاولاد صغارين كما كنقولوا حنا الكريات صغارين وعلى المراه ديالو واش المراه غتخرج تجيبها واش المراه غتخدم للعيال ودابا با هنايا جالس مكرفص هنا با هو شكون غيجيب له وجد لي شي كاين وعاد حنا في الحال الفقراء انسان ما كافيش باش يعطي حنا كاملين فينا دايزا فينا صدقه دابا هو مسكين باقي له 8 شهور ها باقي له 8 شهور باش يخرج كانوا حكموا عليه ب 10 سنين نقص حيدو مش هاد فيها السيد حيدو له 10 من 15 الستالين يعني وقف وكتب براه مع من يد اليد القاضي وقراو شهاد وقف في يدو السيد هذا 3 سنين مسكين عاد خلوا له حيدو له 3 سنين دابا هو باقي له قال لي الرئيس في المحكمه قال لي قدوس هذا الرئيس لك من اجل الحقيقه غنشهد غتبريوه هاد السيد ما كيبيعش شوف فعلا انا عندي ولادي كبار لو كان هذا الجار ديالي كيبيع المخدرات وعبالي الدراري كاملين نلحقوا انا الاولى ندفع عليه انا الاولى نديكلاري ولكن لا علاقه بهذا الشيء مخدرات سولني الرئيس فين كان وفين كان قلت له ما شفتوش كاع المهم انا العبد ديالي كان عارف مسكينه مي ماتت يمه ماتت ما حضرش عليها بالحق ما خلاوهاش يخرج عليها ما خلاوهاش يخرج يشوف عليها راه مشى من خالد تما مسكين قالوا له جبروا مشات عنده المراه ديالو عاد قالت له شنو شنو على جريمه استاذ على جريمه دابا هذا مسكين هذا السيد عرفتي وبنته واحد العويله دابا هذا السيد هذا عنده الحياه ديالو خرج ما لقى مهميته هذا واش شنو غيعمل هذا كرامة المواطن شحال ديال السيد كلشي عنده